بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وجعلنا من أمة القرآن. صلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبي الرحمة عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. وبعد، مشاهدي الأعزاء، لكم مني أفضل تحية وسلام. سعيد بالتواصل معكم لتدارس ومناقشة آيات من كتاب ربنا جل وعلا في هذه السلسلة من الدروس المباركة، التي نسأل الله عز وجل لكم حسن الاستماع، كما نسأله لنا التوفيق والسداد والقبول والإخلاص في القول والعمل. يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صدق الله العظيم. الآيات. هذه الآية الكريمة من سورة النساء تتحدث عن مرض خطير يصيب قلوب الإنسان، ألا وهو الحسد، وهو نوعان: محمود ومذموم. فأما المحمود فهو الغبطة، وهو تمني إعطاء نفس النعمة مع إبقاء النعمة للمتنعم عليه. أما المذموم فهو تمني زوال النعمة، وهو المقصود في الآية الكريمة موضوع المدارسة. قال ابن عباس رحمة الله عليه ورضي الله عنه شارحا هذه الآية الكريمة: حسد النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة، وحسد أصحابه على الإيمان. والمعنى: بل أيحسدون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على النبوة، وقد فضل الله محمدا وشرف بها العرب، ويحسدون المؤمنين على ازدياد العز والتمكين. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فقد أعطينا أسلافكم من ذرية إبراهيم النبوة، وأنزلنا عليهم الكتب، وأعطيناهم الملك العظيم مع النبوة كداود وسليمان. فلأي شيء تخصون محمدا صلى الله عليه وسلم بالسوء والحسد دون غيره ممن أنعم الله عليهم؟ والمقصود الرد على اليهود في حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلزام لهم بما عرفوه من فضل الله على آل إبراهيم. إن داء الحسد مرض قلبي يصيب الإنسان في قلبه، وهو من أمراض القلوب التي تعود منها النبي صلى الله عليه وسلم. وللحسد آثار وخيمة على الفرد وعلى المجتمع. فمن ناحية الفرد، أن قلب الحاسد يصبح بؤرة لتوزيع الكراهية والحقد، وكثيرا ما يتحول إلى مرض عضوي يصعب الاستشفاء منه. ومن ناحية المجتمع، أن الحاسد يصبح وباء على مجتمعه، ويعادي كل ما فيه منفعة عامة، ويعرقل كل ما هو جميل ونافع بطرق مختلفة. ومن هنا ندرك الحكمة الإلهية من تخصيص وذكر هذا المرض القلبي بالذكر والتنبيه عليه والتعود من صاحبه. قال سبحانه وتعالى معلما لنا ومرشدا لنا: ومن شر حاسد إذا حسد. ومن نماذجه في المجتمع التفريق بين المتحابين في الله، أو بين الزوجين، أو عرقلة الزواج بطرق احتيالية، وغيره من النماذج كثير. إن مثل هذه الأعمال لا يقوم بها إلا شخص أصيب بهذا المرض الذي لن يشفى منه إلا بالتوبة إلى الله واليقين على الله الذي يقسم الأرزاق. قال سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يحفظنا وإياكم من كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليه، وأن يحفظنا في وطننا وفي ملكنا
وأن يشافيه ويعافيه شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ضررا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.